البداية باش تكون برئيس الجمهورية قيس سعيد اللي استقبل البارح بقصر قرطاج السيد سمير عبيد وزير التجارة والتنمية الصادرات، وتناول اللقاء جملة من المحاور من بين على وجه الخصوص الارتفاع المشط للأسعار بوجه عام ولحوم الدواجن اللي ارتفع ثمنها بشكل غير مسبوق وين صارت تعرض للبيع خارج المسالك المعهودة، هذا إلى جانب اللحوم الحمراء والخضر والغلال وغيرها من المواد، كما أنه بعض المواد تظهر بكميات وافرة في بعض الجهات بصفة مفاجئة ثم تختفي بسرعة في جهات أخرى كمادتي السكر والقهوة. كما ذكر رئيس الجمهورية أن الدولة من حقها تسعير عديد المواد ومن واجبها إيجاد الحلول السريعة لهذا الوضع الغير الطبيعي وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار، كما أصدر رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة توفير احتياطي استراتيجي في عدد من المواد من بين الحليب خاصة في الفترة هذه اللي يتراجع فيها الانتاج، وشدد رئيس الجمهورية على تضافر جهود كل أجهزة الدولة لمواجهة المحتكرين والمضاربين وأصحاب ما يعرف بمسالك التوزيع لفتحة مسالك أخرى لا بهدف الربح الغير المشروع ولكن لغايات إجرامية مفضوحة وخاصة في هذه الفترة بالذات. الرئيس يتحدث مع وزير التجارة على ارتفاع مشت للأسعار، هذه العبارة اللي تم استعمالها بوجه عام، لحوم الدواجن بشكل غير مسبوق هكذا قال في البيان اللي هبط على صفحة الرئاسة، ويقول أنه ثم سلع صارت تعرض البيع خارج المسالك المعهودة، هذا إلى جانب اللحوم الحمراء والخضر والغلال، شفتوا الغلة الناس الكل في السيف الأسوام، ويقول أنه بعض المواد تظهر بكميات وافرة في بعض الجهات بصفة مفاجئة ثم تختفي بسرعة في جهات أخرى كمادتي السكر والقهوة وغيرهم. الرئيس يذكر بأن الدولة من حقها تسعير عديد المواد ومن واجبها إيجاد الحلول السريعة لهذا الوضع غير الطبيعي وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار. فما بوليميك اليوم على الدجاج معناها وعلى سكالوب وغيره لحوم الدواجن، والرئيس تطرق إلى بقية المنتوجات الغلة والخضرة وكل شيء. محمود شوف خلينا نعطيه معطى ساعة حول أسعار لحم الدجاج، معناتها الدجاج سعر الدجاج راو إلي أومولوجي من 9 أوت 2014، معناتها أسعار البيع متاع الدجاج الأسواق متاعهم واضحة تو، مثلا سعر سوم الدجاج سعر من 2014 ثابت المعلومة، عملوا دي بري أومولوجي من 2014. اليوم كيلو الدجاج يبيعوه مثلا ناخذوا ليزونسيني الكبار اللي معروفين يبيعوا الدجاج يبيعوه ب 7500 كيلو، الاسكالوب 14000 وحاجة، الأسعار مسعرة. لا سمحني ما أنت سألتني السؤال، الفورنيسور مثلا خليني أقول بولينا تبيع الدجاج ب 7500، الفورنيسور يزيد عليه المارج بتاعه ويبيع، معناتها السعر اللي يخرج من عند بولينا دار ب 7500. اليوم فما إشكال في الوضع اليوم الحالي، فما باساج فيرال، معناتها فما كي الجريب اللي جينا اللي نحن المواطنين العاديين باساج فيرال اللي خلى لي بارونتو اللي يجيبوا الفلالس ماتوا، دونك الكمية نقصت، الكميات نقصت. هذه فيما يتعلق على الأقل بالدجاج، راهو الأسعار محددة محددتها الدولة من 2014 واليوم تعدينا بان باساج فيرال اللي خلى الكمية متاع الدجاج هذية تنقص على السوق. من ناحية الاقتصادية هذا سبب السبب النقص لليوم للنقص اللي تأكدوا انت لا تنقدوا هذا خطر زادة كيف ما تعرف انت فما دي كوتا تعطاو وقت اللي زاد الفلالس نقوله بلغتنا العامية يوليو ما عاش فما العدد الكافي باش تنجم تزود الناس اللي تربي المادة هذه، خاطر تعرف الدولة هي اللي تجيب الفلالس وتعطي فما مزودين تعطيهم الكميات المطلوبة وفي 40 يوم لابد أن الفلاح يخرجها للسوق. هذا كي صار نقص صار مشكل كبير من ناحية خلينا نرجع توا من ناحية الاقتصادية، من ناحية الاقتصادية اللي تنتهجها الحكومات الكل اللي تحاول تحدد سعر متاع البيع للمزودين هذوما وتحدلهم هامش الربح متاعهم، معناتها ما تعطيهمش المارج انه ينجموا يبيعوا كيما يحبوا، خاطر هو في السعر في السوق هو عرض وطلب. وقت اللي تجي تحدد انت هامش الربح وتخلي هامش الربح هذا ما يبعدش برشا على كلفة الانتاج باش تخلي العديد من المزودين، تو مانيش نحكي على المزودين الكبار ولكن نحكي على العديد من المزودين ما عادش يساعدهم باش يربحوا، دونك هذاك علاش نلقاو يبيعوا خارج الاطر الرسميه، دونك لي بري ادمينستري سكون ابل لي بري ادمينستري ولا اومولوجي صحيح باهين باش ينقصوا في التضخم، لازم ياخذوا بعين
هاي الاعتبار الكلفه، معناها الناس كل تقعد على الطاوله، انا هاوش تكلف لي صحيح، اعطيني نربح باش انا نجم نعيش والمواطن يعيش وغيره كذا، والربح يكون معقول صحيح. دونك شو يصير بعد وقت اللي ما عادش فما انتاج، دوك الانتاج ما عادش، الاسعار باش ترتفع. دوك ريت نجيو باش نحدوا من التضخم الاسعار، نلقاو الاسعار زادت واحنا ماناش فاهمين. وفما زاده في الشارع بعيد على الجيش حاجات تحس فيهم، معناها فما مبالغه كبيره في الاسعار، معناها في كل شيء، معناها حتى حاجات مسعره، معناها تشوف ساعات عباد تتجاوز وتحط فيها اسعار اخرى. شوف الغله، معناها انا فما واحد نجم يقنعني انه كيلو كرموز في تونس في تمك السيف 25 دينار كرموز، معناها البارح في الايام انا قريب تاع معناه كرموز والبصاعه معناه كرموز ب 25 دينار، تحاول تقنعني انت كيفاش؟ ما نعرفش، ما نفهمش الحقيقه، بس ما نتبلاش على عباد، اما فما حاجات تحسها اوفر اكزاجيري برشا 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 برشا. الغله مثالا، معناها لو تاخذ ثلاث انواع غله هكا زوز كيلو زوز كيلو زوز كيلو، تلقى روحك قريب تحط 100 دينار، معناها اليوم ينجموا يتاكلوا في نهارين في الصيف، الناس الكل تعرف تكونسومي غله. حاتم بولا بيار، عندي تعقيب على الكلام تسي بعد محمود، اضطريت انا لقنت وقول له ورانا الاناناس، ما عادش خالتين عليه شيء نجي نحكي على حاجه بالكريش. كلام محمود صحيح، توضيح من 2024 لحد 2024 انا قريت الهومولوجي الاسعار هومولوجي ولا 9 اوت 2024 مش 2000. انا غلطت في 10 سنين، انا 10 سنين نخزر خاتم 2014 هو فما غلطه في المعلومه وفي التحليل. الغلطه في المعلومه اقر بها بس في كل فوق التحليل. كل علماء الاقتصاد شو يقول لك؟ تحديد الاسعار الدوله من دورها تحدد الاسعار، اما المشكله كي تحليل الاسعار يطول في المده شنو يصير؟ الانتاج يقل. هذا اللي يقولوا العلوم الاقتصاديه. دونك اذا هنا لازم نرجعوا اللي مانوال تلميه في تونس خلينا نقولوها من ليزاني 60، الدوله تحب تجيب كرهب العباد تعمل شركه هذيك اللي ولات خاصه شركه الدخل، تحب تجيب السكر والتاي تعمل شركه ديوان تونسي التجاره، وخلينا نقولوها من 192 دوله في على القاره على الكره الارضيه، فما كان تونس راهو الدوله الوحيده اللي تجيب السكر لليوم والقهوه والروز ونسيت حاجه اخرى. الدوله الوحيده في العالم انا اعرف. لا 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 صحيح هذا يقولوا البنك الدولي، فما تقارير البنك الدولي. هنا دور الدوله شنو هو فيه؟ دور الدوله التعديلي، مش يدخل السوق. كي تلقى السوق وصارت هذه قبل الحليب ينقص، الدوله اش تعمل؟ تعطي ترخيص للمزودين مش للتوريد، لانه اهميه ورجستي السوق معناها التعديلي، دور التعديلي ليس طرف في السوق. وخلينا نقولوها الاشكاليه هنا صراحه مشكله نتاع 60 سنه، ويجب تغيير من التنميه، معناها يلزم الناس كما قلت انت تقعد مع بعضها لوتيكا وزاره التجاره عن وزير جديد وكل شيء، ويقولوا نقروا اللي فالابل عام 60 كما كنا نحكيو بعدها تحديد النسل فالابل عام 60. اليوم عندنا يلزم العكس منها، باش نحكيو على الامومه بعد كل شيء، قانون جديد تاع فتره الامومه يحب يحكي عليه. ما فيش تاع الجيش دخلك الامومه صحيح، راهو من الثمانيه من السبعه غير الربع قمت الخمسه الامومه. رفيق بعث لك ميساج الخمسه ان شاء الله مش وحب هذا، اول مره نحضر دروسي من بعد مهما كان الوقت باش نحكيو على الامومه، معناه امومه حتى كارتو حتى الباكيك عملوا ميكرو ميكرو تروتوار. الأمومة بعيدة على كل شيء بالحق، الدولة لازمها تلقى حلول، وهذا قربي الرئيس قال لازمنا نلقاو حلول، الناس باش تعيش باش تاكل باش تشري باش غيره وكذا. أما زيد على جنب وحده، معناه خافوا ربي شوية زيد في العباد، معناه اللي يقدر ما يذبحش التونسي اليوم بسيلش، معناه راهو خاطر مش راهو ثم أسعار مش مقبولة، راهو تلقى نفس المنتوج في بقعة اليوم ب 4000 الاخر مش ب 4200 ب 4400 6500. اوكي فما حاجات ما تنجمش تسعرهم لكل الدوله، ما تنجمش تدخل في كل شيء، مي مينيموم معناها راهو كل شيء ولا نيسيسيتي، برودوي تنظيف نيسيسيتي، اللي كنا نحكيو شامبوان وغيره نيسيسيتي، الحاجات اللي دخلت في الكونسوماسيون تاعنا ما نعرفش نحكي على حاجات، بابي سيرفيت رولو تواليت لسويتو كذا دخلوا في الكونسوماسيون تاع التونسي، الماء المعدن هذوما كل ما كانوش قبل، دونك اربحوا وعاملين بزنس عاملين شركات عاملين جراند سيرفاس، ان شاء الله مبروك عليكم، ناس تعبت وغيره كذا، اما ما يسالش كيما نذبحوش التوانسه. تعرف ربنا على ذبح بربي، والله فما تصويره في الفيسبوك قاعده تدور، ثلاثة حكوك طماطم في فرنسا 2 أورو 6000، وهوني كي تحسب ثلاثة حكوك طماطم يطلعوا 13000 واش، معناتها بالحق لازم صحيح نحبوكم تربوا، اما خافوا ربي. زيد تعرف علاش ولا لا؟ لانه في فرنسا ممكن تشري طماطم من البرتغال
من ايطاليا سوق مفتوح. تونسيه هذا نعم تونسيه علي خاطر التونسي بيع غادي يعرف فما كونكورونس الوغ في تونس فما 10 مجموعات فما احتكار. اول مره من بدايه الميسيون في 11 موسم واحد يجاوب زياد باحترام هكا يناقشوا بالفكره كرة وزياد ما نجاوبوش يحكي على روحه نتعدى المستمعين بربي راه في حاجه